ملكة ملوك جمال العالم. شو غزي عرفت انت خرجت شحال كاينه والله العظيم. تبارك الله على السي خالد. الله ينورك اخي محمد. تبارك الله على السي خالد. الله يحفظك. لالا فتيحة. نعم اسيدي. عطاك الله الصحة. وها هو الرضا ودي با الغالي. ها انتم نعمس. الله يعطيك الصحة ودي با الغالي وصافي ما يتسالك شيء. تبارك الله على لالا غزلان. ربي يخليك. مرحبا بك معنا. الله يخليك صحاب ديك الجنة ان شاء الله. هانية البنت ماشي مشكل. الله يعطيك الصحة وصافي. اخيرا مع السي الغالي. تبارك الله الرجل الطيب. عندي عزيزه السيده والله الا عندي عزيز بالله الله يعمرها محمد. تبارك الله عليها. هو في المشروع ديالو الفران. تبارك الله عليك. كيصرع الخبز ما شاء الله. واحد الخبز عنده حلاوه هذا كل عليها يده. وانسان طيب ما شاء الله. تعرفنا سبحان الله العظيم عاف الواتساب ديالك. انا نهضروا واحد الانسان طيب كثر 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 من القياس اللي جا المارتيل النصحي يجي عند السي. مرحبا. شوف يجيو عندي فوق راسي اللي بغى يجي عندي مرحبا به. واليوم مي الغاليه شرفتنا هنايا ان شاء الله في الشمال وهي العروسات الشمال. تبارك الله. والناس الشمال الله يجازيكم بخير. تعاونوا مع مي الغاليه وفرحوها وان شاء الله. مي الغاليه عندنا عزيزه بزاف. الله يحفظك. وفوق راسي مسكين محمد. الله يخليك. شرفني بزاف. شرفني بزاف. جينا هاد النهار عند السي الغالي. شرفهم. ما غنطلق لهمش. ما غنطلق لهمش. والله ما نتفاك معاهم. عرفتي يبقاو معايا. والله الا تبارك الله عليك اخي الغالي. والله ما يصيب قريش لات. ها انتم شوفوا. الله يعطيك الصحة. والله محمد نورني في مارتين وشرفني. وهاد السيد هذا خويا والتواضع ديالو راه ما كاينش. الله يخليك الصحة. ليلى حشمنا. شوف يا الناس الشمال. حنا ناس بساطين. شوف هاد الناس سميتهم من غالية ولا محمد ولا المرا ديالو. الناس بساطة وبغيناكم تدخلوا عندهم وتعاونوا معاهم. راه الناس ما شاء الله. الله يخلي لك الصحة. ما شاء الله. تواضع تبارك الله. أمي الغالية إلا احتاجت دمي نعطيه لها. ليلى خطيه. قسما بالله. الله يخلي لك الصحيحة. الناس الريافة. الناس الريافة. حسيمه الناظور تعاونوا مع اخوان الجزائريين. تحيه خوا تعاونوا مع محمد. الله يخليك الصحيحه. الله يعمر هذا. ها انتم شو القريش اللي كيصيب با بالغالي. تبارك الله عليك. ها انت سيدي. يلاه ها انتم. والله ما كيطلع خبز زي لاش بنقول لكم الشهوه وصافي. واللي جا عندنا من طرف محمد وغزله الله العروسه مرحبا به. الله يخليك الصحيحه. مرحبا به. الله يحفظك ودي با الغالي. الله يحفظك. الله يخليك الصحيحه. لالا الغالية عند السي الغالي. نهار كبير هذا ديال السي الغالي. مرحبا. استقبلها بالحليب والتمر. مرحبا بك. الله يحفظ السي الغالي. ما عولناش قسما بالله ديالي حتى الغدا. اليوم عاد نعول عليك. الله يخليكم الصحيحة. بالله شلطتوني. شلطتوني. الله شو احنا ماشيين عند الحباب ماشي. الله يرحمك. احنا دابا مع اختي امينة والسي الغالي زعما ضيفونا ما شاء الله عليهم. وصدفة سبحان الله العظيم مؤخرا بدينا كنتواصلوا معاهم. ايوا بالصدفه ديالنا جاي المارتيل. قال لك والو ضروري تدوزوا عندنا. ضروري نفرحوا بكم. ضروري تجيو عندنا. والحمد لله هما باينين انس يعني ناس طيبين كثر من القياس. مرحبا لالا غزلان وسي محمد لالا الغالي. مرحبا بي. مرحبا المشاهدين في داري وقبلوا عليا. واللي يجي طرف محمد وغزلان ولالا الغالية مرحبا بالراس العلي. والله دارنا مفتوحه لاي واحد غير قبل منكم. داكشي اللي كاين. الله يخليك. مرحبا بكم. الله يجعل انت سيدي. مرحبا فتيحه. مرحبا بلالا فتيحه والضيفه اللي معاهم. راجع مرحبا بكم. الله يخليك. مرحبا بلالا الغاليه. شرفتني بداري. الله يبارك فيك. الله يخلي لك وليداتها. نطلب الله العزيز العالي الدخله ديالي تدخل عليك بالصحه والسلامه. امين يا ربي. امين. تدخل عليك العزاز العليا ناي. وخلي لك بالدار حفظهم القبيحه ويحيز لهم كل حاجه ما تريحهم. داكشي اللي كان. والله الحمد لله. الحمد لله وشكره على هذه النعمه. الله سبحانه وتعالى كيلقينا غير مع الناس الطيبين. الناس اللي الله عمرها داروا. اقسم بالله العلي العظيم.
الحمد لله. اي وقت ماشي غير دابا في اي وقت باش ما جيتوا لهنايا كنجي وصلوا لعندنا. الله يخليكم الصحه شكرا. بحال جينا الدار ديالنا حنا. انا قلت زعما اذا حتى الغدا ومن هنا جيتوا اليوم. حنا قلنا دابا قلنا تال قلت له انا تال الخميس هكا عاد نقدروا نجيو عندك. ايوا دابا جينا على غدا. خليتو حنا ثاني عاود حامو ساكن ونسيب وعاود المسكين والاحباب ونبقى قلبي نطير بحالنا بحالك. اي عجبك تمشي عند قلبي يعلم. شكرا بزاف لاله امينه والزوج ديالها وليداتها اللي رحبت بنا في قلب الدار ديالها. الناس ديال تطوان شكرا بزاف اللي كنحترمهم وكنقدروهم. مدينه زوينه كتحمق وكتشهي زعما اي واحد نتمنى انه يجي يزورها. وناس الله يعمرها دار الله يوفقهم والله يجزيهم بالخير على الاستقبال اللي دار لنا انا السي محمد وغزلان لاله الغاليه. الناس هذه المتتبعين زعما الله يعمر لهم الدار ونتمنى انه يوفقهم في حياتهم ويخليهم وليداتهم ويطولهم ربي في العمر. ونتمنى ان يكونوا كاع الناس مثال لهاد العائله هادو. وشكرا بزاف. السلام عليكم وتبارك الله عليكم. عرفنا براسك اختي شكونتي؟ السلام عليكم معكم مريم ممثله نداق معروفه بمريم خالد اكبر حمقه في العالم. وهذه هي ملكه اجمل فرنه في العالم يا ملكه ملوك جمال العالم. شو غزي عرفتي نهار اخر خرجت شحال من كينه والله العظيم. اختي نوال مرحبا بك معنا اختي نوال. الله يشافي ويعافيك. قالوا لنا عيانه الحمد لله الشفاء العاجل ان شاء الله. جيت لهنا غادي تبري ان شاء الله باذن الله تعالى. حنا دابا الزرقاء معروفه في تطوان. الزرقاء شنو هاد البلاصه سميتها؟ عين الزرقاء. تحياتي مرحبا بكم في عين الزرقاء. ها انتم احنا غادي نصوروها لكم بلاتي كامله. شو ما شاء الله قطيطه. ونهار كبير هذا تبارك الله عليكم سي خالد. الله يعطيك الصحه تبارك الله على السي الغالي. وشرف لنا كبير شرفنا في الزرقاء وشرف لنا نمي الغاليه منوره الشمال غادي نسميوها ان شاء الله. ومرحبا بهم عندنا في تطوان نواحي تطوان الزرقاء. تبارك الله على السي محمد. الله يبارك فيك الله ينورك. الله يعزك اسيدي ومرحبا بكم. احنا دابا في الزرقاء جينا مع السي الغالي والكوبل ديال الفنيدق ولاله الغاليه بطبيعه الحال الغالي والغاليه. صراحه الله الدنيا انا غزاله كنحمق. هاد الزرقاء جات في تطوان نواحي تطوان يعني بعيده على تطوان بحوالي 7 كيلومتر قريبه بزاف بزاف. وغزاله كنحمق الماء ديالها والشجر ديالها كيسكت وانا فايم هادشي غزال. هاد المنظر رائع ما شاء الله روعه. كيجري هنا والبروده البروده ومن طبيعه الحال عندك داكشي الحوت كيحمق الطوالي كلشي الماكله يا سلام روعه. كيعملوا الخبز في الفرن الفرناس هنا عندنا فرناس بلديين طبيعيين كيعملوا هنايا. وكاين هاد الناس هادو كيبيعوا هاد الخبز وداكشي كيعملوا في الطواجن الحوت كيجي كيحمق روعه. هانتوما تشوفوا سميتو الديكور بهاد الحجره تبارك الله تسخر هادي كتحمق والما كيجري. دابا غير مازال ما طاحت الشتا داكشي علاش راه ملي كطيح الشتا كيكون الماء هابط من الفوق ديك واحد ديك الجبل هذاك هابط ديك واحد المنظر غزال بحال شي شلال هابط. راه كيكون عامر في الصيف ما شاء الله. انتم شوفوا راه كاين كلشي كاين الماكله كاين هادشي غزال. احنا دابا في داك السيكتور النيت ديال العين الزرقاء. ها هي العين. خرجنا مع مريم. السلام عليكم كيف نتوما مزيانين بخير مرحبا بكم خالي جمال. تبارك الله لاله الغاليه جبناه قلنا شرينا منك. راه لاله الغاليه تهاوت مع صحابه السي الغالي وامينه كنعمروا الدار بحال هكا وخشي وجهي. دابا حنايا في المضيق المدينة الرائعة والجميلة كيزيرنا الخط من الموج ديال البحر كيطلع الفوق كيزيرنا الخط. هاد القهوة بطبيعة الحال معروفة كلشي كيعرفها معروفة غنية عن التعريف زوينة بزاف صراحة كنصحكم أنكم تزوروها مع الوقت إن شاء الله غنديروا عليها فيديو من الفوق بالدراون إن شاء الله بإذن الله تعالى. خوافة خوافة كتخاف عندي هاد الفرنسي.
الصديق العزيز والغالي دوزنا وياه ذكريات والله العظيم الا فرحانين حنا كنتسالاو دابا وضروري جينا الشمال ضروري هما الاولى ما شاء الله عليهم زعما واحد النهار رائع وانت غير طالع يا والله انا شوف حد الدار ديالو والله العظيم كيف حالك مرحبا الف مرحبا ونورتونا وشرفتونا ودابا بغينا نحكي قولوا لها انا راه نمشي من هنا حتى العيا واخا ما كاينش هنايا صاحي انت ماشي مشكل هنايا في كافيه كي خالد نرجعو نجيو عندك ونجيو كاع نعيشو معاك ان شاء الله يا